في قول الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، والحديث وفي الحديث إذا أحب الله عبدا ابتلاه. يقول دلت الآية على أن المصائب بسبب المعاصي، ودل الحديث على أن الأنبياء، ولكن الأنبياء أبعد الناس عن المعاصي ومع ذلك هم أشد الناس بلاء، كيف الجمع بينها؟ يا أخي المصائب إما أن تكون تكفيرا للذنوب، وإما أن تكون رفعة للدرجات اللي يجري على الأنبياء وعلى المؤمنين الصادقين، هذه رفعة في درجاتهم. قد يكون للإنسان المؤمن منزلة في الجنة لا يبلغها بعمله، فيبتليه الله بالمصائب من أجل أن ينال هذه المنزلة عنده. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة. يبتليه بالمصائب فيصبر فيصل إلى هذه المنزلة الرفيعة في الجنة. نعم.